بدأت المعارضة السورية بالتقدم تجاه مدينة حمص مستهدفة بذلك العاصمة السورية دمشق بعد سيطرتها اليوم على مدينة حماة الاستراتيجية للغاية. ومعركة حماة تحدثت عن تفاصيلها العديد من الأوساط والوكالات مثل رويترز وعدد من الأوساط السورية المتخصصة بما جرى. كانت الأوضاع بحسب لايف يو ماب يوم أمس بهذا الشكل: المعارضة باللون الأخضر وباللون الأحمر مناطق سيطرة النظام السوري، وتغيرت الأمور بسرعة إلى هذا الشكل اليوم. كما نلاحظ التقدم كبير بالنسبة للمعارضة، وأصبحت المعارضة تطوق بشكل شبه كامل مدينة حماة، سيطرت تماما على الطريق الشرقي المؤدي إلى حماة، وكذلك سيطرت أيضا على الطريق 56 والطريق 35 هنا بهذا الاتجاه باتجاه مطار حماة، وأبقى الطريق الام 5 مفتوحا للجيش العربي السوري كي ينسحب في نهاية المطاف من مدينة حماة للحفاظ على البنى التحتية في هذه المدينة، وكذلك للحفاظ على أرواح المدنيين بدلا من الإطباق على هذه المدينة وتدميرها في الكامل. لكن المعارضة السورية تعلم تماما بأن هذا الأمر ليس كافيا، وبأن عليهم السيطرة على نقطتين مهمتين في مدينة حماة كي تسقط المدينة وتصبح تحت سيطرتهم. أولى هذه النقاط هو جبل زين العابدين، وكذلك مطار حماة المهم للغاية والاستراتيجي للغاية. نفس الأمر بالنسبة للجيش العربي السوري الذي يعلم تماما بأن بقائه مسيطرا على جبل زين العابدين وعلى مطار حماة هو يعني بأنه سيبقى مسيطرا على مدينة حماة، والمعارضة السورية لن تتمكن من فعل شيء. وتحديدا جبل زين العابدين هو الأهم وهو النقطة الاستراتيجية الأساسية للسيطرة على المدينة من قبل أي طرف، إن كانت من المعارضة أو من قبل الجيش العربي السوري. فهذا الجبل يصل ارتفاعه إلى 620 مترا، وهو يأتي في المرتبة 31 بين الجبال المرتفعة في مدينة حماة، محصن للغاية العديد من الرادارات والدبابات والقدرات العسكرية الخاصة بالجيش العربي السوري موجودة في هذه المنطقة. لا بل إن هذا الجبل أساسا هو يغطي مساحة كبيرة للغاية تصل إلى 70 كيلو مترا، أي إنه يغطي إلى جنوب مدينة حماة بأكملها، وكذلك إلى الشرق وإلى الغرب وإلى الشمال، نقطة محصنة للغاية ومهمة للغاية. وهذا هو أساساً الذي يفسر لماذا المعارضة السورية في بادئ الأمر تمكنت من الدخول إلى حماة لكنها اضطرت للانسحاب، لأن هذا الجبل حاضر وقوي للغاية، والجيش العربي السوري كان مسيطراً حتى وصلت التعزيزات لتحقيق هذا القتال. على هذا الأساس قررت المعارضة السورية ببساطة بأن عليها مع عملية التطويق التي تحققت في هذه المدينة أن تشاغل هذا الجبل أساسا، وأن تشاغله من شمال شرق هذا الجبل من أجل عزله تماما مما سيحدث وسط مدينة حماة، وكيف أنهم سيقتحمون حماة. لن يكون هذا الجبل قادرا على فعل شيء، والقوات المتمركزة في هذه النقطة من فعل أي شيء تجاه طبيعة التقدم، وسيكون منشغلا تماما والقوات منشغلة تماما في صد ما تقوم به هذه المعارضة. وفعلا الصورة الأولى مع بدء الهجوم على المدينة أظهرت بأن المعارضة بدأت بالتقدم وبدأت بصعود هذا الجبل، وهو الذي شاغل تماما الجيش العربي السوري، وظهر عناصر الجيش العربي السوري وهم يقومون بنوع من تغيير المواقع. البعض قال بأنهم يهربون، ظهروا بهذا الشكل في هذا الجبل كما نلاحظ. وهذه صورة من قبل إحدى الطائرات المسيرة الخاصة بالمعارضة السورية، هي التي صورت تفاصيل ما جرى بالفعل. وهذه اللقطة التي ظهرت أمامنا قبل قليل هي التي توضح لنا أن هذا الموقع فعلا هو جبل زين العابدين. ولاحظ بأننا هنا أمام نوع من الدوار، الساحة المفتوحة، وهذا المبنى الأبيض الذي نراه مع طبيعة هذا الممر الموجود في هذا الجبل. وبالتالي إذا ما اتجهنا مباشرة إلى القمر الصناعي، هذا هو جبل زين العابدين، واللقطة التي كنا نراها قبل قليل هي متطابقة مع هذه الصورة. هذه بالضبط الصورة بالقمر الصناعي، والصورة طبعا القادمة من الطائرة المسيرة الخاصة بالمعارضة السورية، لا فرق أبدا. وهذا يوضح بأن طبيعة المناورة أو الانسحاب من قبل الجيش العربي السوري مع تقدم المعارضة السورية باتجاه هذا الجبل كانت هنا عند هذا الخط تحديدا. لا بل إن الجيش العربي السوري عرف تماما بأن الأمور أصبحت صعبة، وبأن عليه مقاتلة هذه القوات الخاصة بالمعارضة التي بدأت بمحاولة صعود هذا الجبل بالفعل. وبالتالي بدأ الجيش السوري بتحشيد قواته باتجاه هذه المنطقة، بدلا من أن تكون موزعة في كل المنطقة بدأت نوعا ما تستعد لمواجهة
عناصر المعارضة الذين يتقدمون باتجاه هذه النقطة، لكن المفاجأة هي الطائرات المسيرة التي التفت تماما وجاءت من الخطوط الخلفية على الجيش السوري وقامت مباشرة بالانقضاض على الدبابات وعلى الجنود وعلى القادة المتمركزين هنا، مما أدى إلى إضعاف هذا الجبل تماما ومكن المعارضة السورية فعلا من مشاغلة هذا الجبل طيلة عملية التقدم باتجاه مدينة حماة. وكانت هنالك لقطة مصورة من إحدى الطائرات المفخخة الخاصة أو طائرات الانتحارية كاماكازي الخاصة بالمعارضة السورية، التي تشبه تماما ما يجري في أوكرانيا وفي روسيا تحديدا من قبل الجانب الأوكراني. تلاحظ نفس هذه اللقطة قادمة من طبيعة تصوير طائرة المسيرة التي قامت بضرب دبابات وتحشيدات الجيش العربي السوري، وبالتالي كان هنالك استنزافا كبيرا للطائرات المسيرة التي هي من نوع شاهين الخاصة بالمعارضة، لعبت دورا كبيرا في هذه المعركة. كذلك انهم كانوا يمتلكون دفاعات جوية كما نلاحظ هنا، وضربوا احدى المروحيات التي كانت فوق هذه المنطقة، بالتالي حتى القدرات الجوية للجيش العربي السوري لم تكن حاضرة ولم تكن مستعدة لما هو قادم من قبل هذه المعارضة، خاصة لمعركة الطائرات المسيرة. وبالتالي باختصار عندما بدأت هذه المعارضة بالضغط على هذا الجبل تحديدا، هي في نفس الوقت بدأت بالضغط على القوات ليست فقط المتمركزة على جبل زين العابدين، بل كذلك على القوات الفرقة 25 وهي من القوات الخاصة في الجيش العربي السوري في قمحانة تحديدا. وبالتالي جاء الجيش أو المعارضة السورية بالتقدم بعدة اتجاهات، هي أربع اتجاهات في حقيقة الأمر هي التي استغلتها هذه المعارضة. هي تقدمت من اتجاه شمالي شرق حماة، وكذلك شمال غرب حماة، ومن غرب حماة باتجاه المطار، وكذلك من شرق حماة باتجاه سجن حماة المركزي. وهذا هو الذي أدى بانقطاع الاتصال تماما بين الجيش العربي السوري وبين القوات الموجودة في قمحانة وكذلك في جبل زين العابدين، وهو الذي أدى في نهاية المطاف بالفعل أن تنسحب القوة الماسكة لحماة، والذي أدى إلى سيطرة طبعا المعارضة، وبعدها اتجهت وتوجهت إلى تطهير هذه المنطقة بالكامل وسيطرت على مدينة حماة بالكامل. وكانت هنالك لقطات بالفعل قادمة من مطار حماة تحديدا الذي سيطرت عليه هذه المعارضة. اللحظات الأولى لطبيعة هذه السيطرة كانت بهذا الشكل كما نلاحظ، هذا هو المطار والعديد من الطائرات الحربية، حتى طائرات مسيرة كانت قد ظهرت هي موجودة في هذا المطار الذي سيطرت عليه هذه المعارضة. وهو أمر منطقي بالنسبة للجيش العربي السوري أن ينسحب من هذه المنطقة وأن يتجه لحمص تحديدا لعدة أسباب، لأن المعارضة أساسا كانت مستعدة بشكل أكبر من الجيش العربي السوري، اندفاع كبير، حماة لم تكن مجهزة 100% لمواجهة هذا التقدم السريع. كل التقدم بدأ منذ الأربعاء الماضي وها نحن يوم الخميس لنرى أن المعارضة قد وصلت إلى حماة. كذلك أن ما تطور بالنسبة للجيش العربي السوري تحديدا هو أن هذه المناطق قد سيطر عليها أهاليها الرستن، وكذلك متوقع أيضا تلبيسة، لأن هذه مناطق أساسا هي تقف ضد النظام السوري، هذه هي تلبيسة والرستن طبعا قبلها، وبالتالي هي هذه مناطق سقطت وتمت السيطرة عليها. لكن بالنسبة للجيش العربي السوري بانسحابه لحمص هو يأتي كنقطة مهمة بالنسبة للجيش السوري، بسبب أن هنالك تحصينات كبيرة أفضل بكثير من التحصينات الموجودة في حماة، بالإضافة إلى ذلك إلى أن هنالك قوة ماسكة وتعزيزات كبيرة قادمة من العاصمة السورية دمشق، ولم يكن هنالك أي استنزاف كبير للقوة الموجودة في حماة. نعم كانت هنالك خسائر، لكن هذه القوات بسحبها هو كسب المزيد من القوات في مدينة حمص، وذلك لأنها البوابة المؤدية بشكل مباشر للعاصمة السورية دمشق. كذلك هم يعلمون تماما بأن هنالك أهمية بالنسبة للجانب الروسي، روسيا تمسك في طرطوس، تمسك كذلك في اللاذقية، نتحدث هنا عن مطار حميميم. المهم هذه السواحل هي بيد الجانب الروسي، وينتظرون إسنادا من الروس، خاصة وأنهم يعلمون تماما بالنسبة للنظام السوري بأن إن تمكنت المعارضة من السيطرة وعزل تماما النظام السوري بأكمله، ليست فقط حمص وإنما دمشق عن البحر المتوسط، هو أمر قد يدفع روسيا للتدخل في هذه المسألة، بسبب أن النظام السوري هو الذي يسمح له واتفق معه لكي يتواجد بهذه النقطة الاستراتيجية لصراعات جيوسياسية مهمة للغاية، وروسيا قد تضطر للانسحاب في حالة
تغير الظروف بهذه الطريقة التي نتحدث عنها. كذلك أيضا أن الجانب الإيراني حتى هذه اللحظة لم يتدخل، هنالك اتصالات بين النظام السوري والنظام الإيراني، وإيران سبق وأن صرحت عن طريق وزير خارجيتها بأن إن كان هنالك طلبا من قبل النظام السوري للتدخل فإننا سندرس هذه المسألة. بالتالي الجانب الإيراني أيضا لا مصلحة له بطبيعة ترك النظام السوري وهو يتعرض أو أن يخسر حمص تحديدا التي نتحدث عنها. طبعا بالنسبة للجيش السوري أن ينسحب أيضا هو يجعل المعارضة تتمدد بشكل أكبر، هي بحاجة للمزيد من القدرات اللوجستية القادمة من حلب أو من إدلب أو حتى من المناطق المهمة للغاية الموجودة في شمال غرب سوريا. وبالتالي بالنسبة للنظام الإيراني أن استخدم قواعده الصاروخية لضرب هذه المعارضة، إن جاءت روسيا و قامت باستهداف هذه المعارضة بشكل مكثف فإنها ستضعف طبيعة الإمدادات، وقد تكتفي المعارضة بالتواجد في حما أو على الأقل عدم القدرة للتقدم أو اقتحام حمص كما حدث مع حما. لا بل إن الواشنطن بوست كشفت مسألة مهمة بأن حزب الله اللبناني قد انتشر على الحدود اللبنانية السورية وتحديدا قوة الرضوان. لا بل إن بعض الأوساط السورية بشكل غير مؤكد تحدثت بأن قوة الرضوان قد دخلت لهذه المنطقة وهي بدأت تتحشد مع الجيش العربي السوري في حمص من أجل مواجهة هذه المعركة الكبيرة، لأن لا مصلحة لحزب الله في أن تستمر الأمور بهذا الشكل، ورغم أنه تعرض للكثير من الأذى والضرر من الحرب مع إسرائيل إلا أن حزب الله يرى تماما بأن هذه المعارضة إن استمرت بالتقدم بهذا الخط ووصلت إلى حمص فهذا يعني أن النظام السوري تحت النار، ويعني أن النفوذ الإيراني سينتهي في هذه المنطقة، ويعني بأن حزب الله في موقف لا يحسد عليه أبدا في هذه المنطقة في البقاع أو في هذه المناطق التي تعتبر هي نقطة مهمة جدا لوصول الأسلحة لصالح الجانب حزب الله اللبناني قادمة من إيران، كانت قادمة بالطريق البري بهذا الشكل. وتعتبر حمص هي إحدى النقاط المهمة، وحتى دمشق أن تصل لها من تدمر الأسلحة وأن تدخل لها الأسلحة، لكن هذا الطريق طبعا مراقب من قبل إسرائيل، بالتالي هذا الطريق مؤمن بشكل أكبر بالنسبة لحزب الله اللبناني. بالتالي حزب الله هنا مضطر أن يتعامل وأن يتواجد وأن يحمي الجيش السوري وأن يساند الجيش السوري في هذه المعركة، لأن الظروف ممكن أن تزداد سوءا على حزب الله، وهو يعني ببساطة أن حزب الله سيقضى عليه تماما إما كان هنالك تقدما من هذه المعارضة وأغلقت الحدود تماما ولم تعد هنالك أي صواريخ أو قدرات تسليحية تصل إلى لبنان، وخاصة أن إسرائيل تشتكي من خروقات من حزب الله اللبناني وقد تعود مرة أخرى لتوجيه الضربات لحزب الله، والظروف قد تتغير. بالتالي هي معركة جيوسياسية ليست بالعادية أبدا، لا بل أن تركيا يبدو بأنها أيضا هي الأخرى بدأت تستغل الوضع وبدأت تعد لعملية تقدم في الشمال السوري، وهذا الأمر أصبح واضحا من طبيعة انسحاب ظهر من قبل القوات الروسية وحتى أيضا عناصر أو الجيش العربي السوري الذي انسحب من عدد من النقاط الاستراتيجية التي أساسا تستهدفها تركيا والمعارضة السورية، وهذه هي المنطقة تحديدا في الشمال. تلاحظ بأن هنالك معارضة هنا ومعارضة هنا، ولكن لا زالت هنالك مساحات تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، وهنالك تواجد أساسا روسي هنا في عين العرب كوباني تحديدا وكذلك في عين عيسى. المشكلة الأساسية أن هذه المنطقة سبق في عام 2019 ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجمعية العامة للأمم المتحدة يتحدث عن منطقة آمنة يصل عمقها إلى 30 كيلومترا وطولها 480 كيلومترا، وهذه منطقة مهمة للغاية تهدف تركيا إلى تحقيق النجاح فيها، وها هي الفرصة قادمة خاصة وأن القوات الروسية فجأة انسحبت من هذه النقاط إن كانت عين العرب كوباني أو حتى عين عيسى، وظهرت العديد من قطعات الجيش الروسي والجيش العربي السوري تنسحب من هذه المنطقة رغم أنها مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. وطبعا طبيعة الانسحاب هي مشكلة بالنسبة للقوات سوريا الديمقراطية المتمركزة في هذه المنطقة، هنا أيضا كانت قوات روسية من أجل ضبط الإيقاع والتواصل مع تركيا انسحبوا تماما من هذه المنطقة، وهذا يعني أن قوات سوريا الديمقراطية الآن أصبحت في وجه المدفع في حقيقة الأمر، لأن هذه المعارضة ستكون حاضرة في تلبية الطلبات القادمة من قبل الجانب التركي، وهي أيضا أرض سورية ولديهم مشاكل مع قوات سوريا الديمقراطية رغم أن هنالك
تفاهمات خلال هذه المعارك تجري بين الطرفين، ولكن يبدو أن الجانب التركي لا يريد أن يضيع وقته أبدا، ويريد أن يساند هذه المعارضة في دفع قوات سوريا الديمقراطية لفرض السيطرة على هذه المنطقة تماما وتأمينها لصالح هذه المعارضة، وطبعا تأمينها وليس فقط لجعلها منطقة آمنة ولمنع البكك أو قوات سوريا الديمقراطية من تحقيق هجمات تطلق عليها تركيا بأنها عمليات إرهابية، لكن أيضا هي ستسيطر على هذا الطريق، طريق الأنفور الذي يمتد إلى حلب، وهو الذي يعطي إمدادا لوجستيا مهما بالنسبة لتركيا وحتى المعارضة لعمليات قادمة في المستقبل. ولاحظ هنا أننا نتحدث عن هذه المنطقة، أي أنه سيكون فيه دعم باتجاه حمص، قد تكون في المستقبل إلى دمشق، ممتدة أيضا إلى الشمال. والجولاني اليوم كان قد ذكر العديد من المدن، هو ذكر درعا وكذلك ذكر أيضا دير الزور، وإن سيطرت هذه المعارضة على العاصمة السورية دمشق فلا منطق أن يتركوا بقية المناطق باللون الأحمر، لا أبدا، بل أن التقدم إلى دير الزور سيكون حاضرا وحاضرا بقوة، وهذا قد يشكل مشكلة أيضا مع الجانب العراقي، ويكون هنالك وتكون هنالك بعض التوترات الموجودة في هذه المنطقة.